لكل ست وبنت خلقها ضيق ومش عايزه بقى تقعد تعمل خلطات ووصفات ومستعجله وعايزه نتيجه سريعه، النهارده هكلمكم عن الكريم الاول لتفتيح المناطق الحساسه وفي مده 3 اسابيع بس. وسهلا بكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لو انت جديد في القناه تنساش تعمل اشتراك علشان توصلك كل الفيديوهات الطبيه، وسيبولي اي سؤال تحت الفيديو بخصوص الفيديو ده او اي فيديو سابق وانا هجاوب عليه، وخلينا نوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. موضوع النهارده موضوع مهم جدا، وهو عن تفتيح المناطق الحساسه. وطبعا مشكله استمرار المناطق الحساسه دي بتبقى عامله مشكله لناس كتير جدا، ومشكله كده بتؤرق وبتدور على خلطات ووصفات ونفضل نعمل حاجات كتير وطبعا برضو مفيش نتيجة. فالفيديو بتاع النهاردة هقول لكم على كريم هيجيب من الاخر وفي وقت قليل، يعني ان شاء الله 3 اسابيع شهر تبقي شفتي نتيجة كويسة. لو انت مش عايزة تستخدمي الكريم ده، في لينك هيطلع فوق في فيديو فيه وصفات وخلطات طبيعية ممتازة جدا وبأقل أقل التكلفة لو استمريتي عليهم، هتلاقي المناطق الداكنة دي كلها بينتهي الاسمرار بتاعها وبيرجع لونها لون طبيعي. لكن بالنسبة للناس المستعجلة، النهاردة هقول لهم على كريم ممتاز جدا هيقضي على الموضوع ده. بس خلينا الاول نعرف ايه الاسباب اللي بتؤدي لاستمرار المناطق الحساسه علشان بعدين ما نكررش الحاجات دي، وعلشان ناخد بالنا، وبالتالي حتى لو انت استخدمتي اي حاجه جابت نتيجه كويسه ما نرجعش تاني لنفس النقطه، لا نبقى احنا عارفين ازاي يبقى في وقايه من الاستمرار. طبعا من اهم اسباب استمرار المناطق الحساسه هو ازاله الشعر بالشفرات او اللي هي مكنات الحلاقه، حتى لو كانت شفرات مخصصه للمناطق الحساسه برضو ده بيعمل على استمرارها مع الوقت بشكل كبير. تاني حاجه هي استخدام الزيوت المعطره في المناطق دي، واستخدام الكريمات يعني بودرات التفتيح والحاجات دي بشكل كبير، ده برضو الزياده بتاعته بيعمل ان هو يغلق المسام وفي نفس الوقت يعمل اسمرار. فطبعا كتر الزيوت او الكريمات او لما تحطي بودرة، كل الحاجات دي ممكن برضو تسبب اسمرار مع الوقت. نقطة تانية مهمة جدا، وهي ارتداء ملابس داخلية بتؤدي لتهيج البشرة، وان احنا مش بناخد بالنا، يعني معظم الناس مش بياخدوا بالهم من النقطة دي. افضل حاجة تستخدمي ملابس قطنية علشان تقي نفسك من مشكلة الاسمرار، وفي نفس الوقت تبقى حاجة ما تأذيش البشرة بتاعتك. حاجة تانية مهمة جدا، وهي اهمال النظافة الشخصية. طبعا ده سبب كبير، لان هو مع الاهمال بيؤدي ده لالتهاب وحاجات كتير، يعني اخرهم بيبقى اسمرار المناطق الحساسة. اخر حاجة معانا النهاردة، وهي عدم علاج اي التهاب او حبوب بيظهروا في المناطق دي. المفروض ان انت اول ما تظهر حبوب او اول ما يظهر التهاب تحاولي تعالجيه بشكل سريع، لانك لو مثلا طنشتي مرة في التانية في التالتة هتلاقي مكان الالتهاب او مكان الحبوب اللي طلعت دي ظهر بقع دكنة كده وظهر اسمرار، وبالتالي هيبقى مشوه جدا للمنظر. يبقى كده دي كانت الاسباب لاستمرار المناطق الحساسة، ولو اخدنا بالنا منها خلاص مش هيحصل، يعني مش هيرجع تاني يبقى فيه اسمرار، وهنبقى يعني ايه حمينا نفسنا من النقطه دي. والمنتج الفعال اللي انا جايباه النهارده اسمه ايزيس يونيتون فور وايت ادفانسد. الحقيقه المنتج ده فعال جدا في تبييض وتفتيح البشره، لانه بيعتبر من افضل المقشرات اللي بتساعد على تقشير البشره وبيعالج مشاكل مختلفه، غير ان هو بينعم الجلد وبيرطبه وكمان بيقضي على مشكله الكلف والتصبغات. بس لانه مقشر يا جماعه خدوا بالكم لازم نستخدمه بحذر، لان ده مش كريم عادي يعني فتح وخلاص، لا ده كريم مقشر. واي كريم مقشر، حتى لو انت بعدين معلومه ليكي، اي كريم مقشر لازم تستخدميه بحذر شديد، وهقول لك دلوقتي بالظبط ازاي تستخدميه وقد ايه تستخدميه. الاستخدام هيبقى عباره عن ان انت هتاخدي حته صغيره خالص قد يعني عقله الصباع كده، وهتدهني بيها على المكان المراد تفتيحه، وهتسيبيها لمده 30 دقيقة وبعدين تغسليها بمية فترة. طيب
ممكن ناس تسأل وتقول لي طب ليه انا ما سيبهوش من الليل للصبح واغسله عادي؟ لانه ممكن ده يسبب احمرار شوية والتهاب في الجلد، فبنكتفي ان احنا نسيبه نص ساعة وبعدين نغسله على طول. طبعا بالنسبة للاستخدام لازم يتحط بالليل، بلاش خالص نحطه الصبح، يفضل ان احنا نستخدمه بالليل بالنسبة للفترة اللي هنستمر عليها من اسبوعين واخرنا 3 شهور. بس انا يعني شخصيا افضل ان انت ما تزيديش عن شهر، خليكي في شهر، ده كويس جدا وهتلاقي نتيجة ممتازة. مش شرط ان انت تطولي، لان زي ما قلنا ده مقشر، ومقشر يعني بيبقى عايزين نتيجة سريعة بس مش عايزين نستمر عليه. يبقى لو استخدمتي الكريم ده هتشوفي نتيجة ممتازة في خلال 3 اسابيع، بس في طبعا تحذيرات ما ينفعش نستخدمه. اول حاجة لو في حمل او في رضاعة ما ينفعش تستخدميه. حاجة تاني انه ما ينفعش وانت يعني بعد استخدامه تحطي اي زي ما قلنا زيوت معطرة، بودرة تفتيح، كريمات، ما تستخدميش اي حاجة وانت بتستخدميه، بس تكتفي باستخدامه. وزي ما قلتلك ما تزوديش عن 3 شهور، يعني اقصى حد 3 شهور، لكن زي ما قلت يفضل يكون شهر واحد. حاجة تاني مهمة جدا جدا، لو لقيتي فيه التهاب شديد او احمرار شديد وقفيه على طول وما تكمليش فيه، لان ممكن يكون عندك حساسية من اي مكون من مكونات الكريم. يبقى منتج ازيس يونيتون فور وايت ادفانسد من افضل المنتجات اللي بتساعد على تفتيح المناطق الداكنة بشكل ملحوظ جدا وفي وقت قصير، بس اهم حاجة ان احنا نستخدمه بحذر ونعرف نستخدمه ازاي ونستخدمه امتى، وان شاء الله هنوصل لنتيجة كويسة. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشاركوا الفيديو مع اصحابكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. اشوفكم في احسن صحة.